بودكاست الدائري الرابع برعاية زين عالم جميل. هذا البودكاست حق كل شخص ما يعرف شنو يعني بودكاست. شعابي وستيكس شابين يسكنون بمنطقة طل على الدائري الرابع، وهو الشارع اللي قضوا أغلب عمرهم يترددون عليه، فخلوه اسم لهذا البودكاست اللي بيكون طول أيام شهر رمضان على إذاعة وتلفزيون المارينا. الشباب بيقضبون الخط معاكم يومياً بالدائري الرابع، بيفترون على أبرز محلاته ودهاليزه وإعلاناته. ترى من صدنا الدائري الرابع شيء كبير بكل ما فيه من زحمة ولاية أوادم وهرنات السيارات وبنايات وعمارات، لكنه يبقى إنه معلم عمراني شامخ بالديرة، تعودنا نمر عليه ونشوفه، لكن بشهر رمضان هالسنة بنسمعه مع شعابي وستيكس. حياكم يا الربع، تفضلوا على هواكم. مارينا اف ام داير داير. ويلكم باك يا جماعة الربع، بودكاست الدائري الرابع، معاكم ستيكس وشعابي على إذاعة وتلفزيون المارينا، مو أوملمزيون وتلفزيون. أنا كنت بقول أوملمزيون. أنت كنت بتشبك التلفزيون والمارينا والمارينا إيه؟ فطلعت ملنزيون. ملنزيون حلو. طاددميون. أنا ستيكس، هذا صوتي، وهذا أنا تعاوبي حق اللي قاعد يسمعنا وما يدري منو اللي قاعد يقول أمبي صوته حلو، هذا منو؟ هذا يقصدون تعاوبي أكيد. طبيعي طبيعي طبيعي، الصوت الإذاعي، الصوت العذب، إيه، ونحب الصوت الناعم، ونحب النوه، ونعد ونرد ونقول ونعيد. المخرج قال لنا قبل الحلقة وقبل كل حلقة أن الكاميرا تزيد 35 كيلو. 30 كيلو مو زفك. إيه زفك 30 كيلو. بس اليوم انت مكثر شو اسمه مقالي على الفطور، تشيكن ناجتس. تشيكن ناجتس على الفطور؟ ولا مره بحياتي اكلت تشيكن ناجتس على الفطور. عمري الحين 28 ولا مره صارت. انا صراحه من جيل تشيكن ناجتس وبطاط. اي اوكي، حيل حيل. انا احب التشيكن ناجتس، يعني مو ما احبه بس ما صارت على الفطور. اوكي، هذا البودكاست حق كل شخص يقول تشيكن ناجتس. تشيكن ناجتس، هذا البودكاست حق كل شخص يقول سلمه. اوكي. انت تقول سلمة. انا قبل كنت اقول سلمة. انت تقول سلمة. هذا البودكاست حق كل شخص يقول بباسي. هذا البودكاست حق كل شخص يقول يزر. هذا البودكاست حق كل شخص يقول لي هارا. لا، هذه ما في احد يقولها. والله في 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 منو يعني؟ انت مسكين تروح حق واحد جهراوي صجي تقول له ترى في ناس يقولون لي هارا، ما اعتقد بيسمعك. ما اتوقع بيصدق. ما اعتقد بيصدق. إيه. لان انا ما صدقت. لي هارا شعابي، قل لي شو اخبارك، شلونك يعني عزيز؟ انت زمان عنك. انت هلا عم تسالني شلونك، قصدك شو لوني يعني، برونزاج وهيك يعني؟ لا 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 لا، ولا قصدك يعني شلوني من الناحيه يعني بشكل عميق؟ بدك تعرف انا ذهنيا نفسيا. ايوه، ذهنيا نفسيا شلوني. اي والله عزوز، اقدر اقول لك ان اني يعني اني سعيد، اني راضي. حلو. كنت ترى الشعور بالرضا قوي. جميل جميل جدا. بس لا يجيك من تيك توك. لا هذا غلط، ما نبي. ايه؟ تاخذه من مصدر ايجابي. اي، شعور الرضا يالي من الانجاز. حلو حلو. أحس اني قاعد انجز. حلو، الانجاز جميل. اي، يعطيك سيروتونين اي بليف، ودوبامين بعد. ودوبامين. اي الله، راح نسوي حلقه يا جماعه الربع، مو هالحلقه، حلقه قادمه ان شاء الله، نسميها الهرمونات المحترقه. الهرمونات المحترقه. الهرمونات المحترقه، بس عشان نعطيكم سنيك بيك، هذا اللي يسمونه شنو، تروج حق المستقبل. حلو، تحب كذي صح؟ تعطيهم تشويقه. تشويقه. أي. سنيك بيك، هرمونات المحترقه السيروتونين، اي دوبامين، وفي الاوكسيتوسين واندورفين. الاندورفين. اي اندورفين ولا اندورفين؟ هو يعتمد انت قاعد تكلم منه، يعتمد انت وين درست. لا ما له شغل. بلى، لان كنا البريتس يقولونها غير عن الستيتس. هذيك تصير تدري بشنو؟ تعرف في كالر وكولر. لا لا، هي بس بالكتابه. اوكي. لا، بحرف الزي والزد صح. امريكا يقولون زي،
البريطانية يقولون زد. احنا زد. تعلمنا زد. اي احنا من البريطانية بس لما سافرنا وردينا قمنا نقول زي. بس تدري بكندا يقولون زد بعد. كندا مو شو اسمه؟ كندا بريتش. All hail the queen. بكندا they speak American بس they write British. يعني المخ تصادم. اي يعني المخ حيل يعني كنا حارتين بالدائر الرابع. يعني مثلا بكندا يستعملون اللي يسمونهم وحدات القياس. اي مترك. مترك يستعملون المتر انتو كيلو متر تستعملون المايل. امبيريال. ايوه حتى لما انت امبيريال لايت ييرز اواي. اسمع نياجرا فولز تصير على الحدود بين امريكا وكندا. حلو. فلما تدخل تمشي بالشارع اللي كنك جاي من امريكا داش كندا اول ما تدش حاطي لك لافته ان السرعه هني 80 كيلو مو ميل. اي وتساوي 50 ميل. مترجمين. اي عشان حاطين ترجمة. عشان لا واحد يجي مشاخط ويقول لك انا عبالي 80 ميل. عشان لا يجي جيمس ويقول I don't understand what they wrote on that sign. اي لك الفيرجن مالهم مال السيلفا. اوكي. يدش وشاخط. السيلفا اي شاخط. يحكم. يحكم السيلفا في بعض الحالات. سولفرادو يعني ترى بحرف الصاد تنقال. انا هذا البودكاست تدري شنو؟ حق كل شخص يقول اسبانيا. يقول المانيا. شعبي قول لي احب اقول لك احنا الحين بنص رمضان انزين ويعني يعطيك العافية على المجهود اللي قاعد تبذله معانا في بودكاست الدائري الرابع. طبعا انا هذا كله شكرا عزيز انا دائما اسويه حق شنو؟ حق الجمهور. الله حق الجمهور. ولا انا ولا انا شنو بدون الجمهور؟ صحيح الفنان. ايه احنا فنانين ولا شنو الحين؟ ما ادري. البودكاستر الـ 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 هذا لازم يشكر الجمهور. احنا بودكاستر صح. ايه يعني يعني في لنا تسميه بودكاست لان احنا مو مذيعين. ايه ولا ممثلين. بودكاسترز. انزين بودكاسترز. بس ترى لنا بالتمثيل. ها كان تبون تدقون علينا تقولون تعالوا مثل شو اسمه. ايه عادي. ايه تعرف اللي في فيديو واحد اللي صورونه وهو يسوي نفسه يتكلم بالتلفون يقول شلون شنو شلون يعني شنو واحد داق عليه وقاعد يقول له خبر سيء شلون ها وين منين منين لا ويسكر التلفون ترى انفع تمثيل لا حلو عيد لي المقطع تكفى احيانا داق عليك فلان الفلاني معاي اي نعم تفضل صار واحد اثنين ثلاث شلون؟ صج صارت. ايش تقول؟ بهالمكان صارت. منين؟ لا. اي كذي يقولها، بعدين لا ويسكر التلفون يقوم يمشي يروح. لا. يعطيك العافية. هذا البودكاست حق كل شخص يعرف الفيديو اللي قاعد نتكلم عنه. ما اعرف الفيديو. عادي بس انت. دزلي اياه تكفى بعد الحلقة. ضبطت الدور. يعطيك العافية. لا ضبطت الدور. حاضر. ترى اتعلم منك. صج؟ والله اتعلم منك. حلو حلو. استفيد منك يا اخي، انت عندك خبرة في مجال الصحة النفسية. ايه. يعني كدراسة وكشو اسمه؟ كتجربة. كتجربة. كخبرة. خبرة ايه. خبرة يعني لو ابي خبير صج راح ادق عليك. تدري البودكاست حق منو؟ حق منو؟ حق كل شخص يقول الفرضة. بدال الكبرة. اوكي انت شو تقول؟ قبل كنت اقول سنة 2000 هالحكي؟ اي بالتسعينات كنا نقول الفرضة. حلو. بس بعدين مع العولمة اي والسوشيال ميديا وكذي تحولت. مع السيفلايزيشن. مع السيفلايزيشن صارت كبرة. احنا لا احنا عكسكم. شنو؟ احنا كنا اول نقول شابرة. الحين قمنا نقول فرضة. بس ب 22 قمنا نقول سوق الخضرة. اوكي صار اسمه سوق الخضرة. السنة الجاية بنقول سوبر ماركت. جروسري ستور. جروسري ستور. الله. لا هذا البودكاست حق كل شخص او اللي قبل كان يقول كرفاية. بس بعدين مع العولمة صارت فراش سرير. بيد. مطرح. تخت. تخت. ترى تخت كلمة يقولونها الشاميين. تخت. حبيت. شعابي تفضل. انت من الساعة سألتك قلت لي شلونك وقلت لي انك تشعر بالرضا. اي حلو. من وين جاي الرضا؟ الرضا اي جاي من الانجاز. حلو. اي ومن وين جاي الانجاز؟ من المثابرة.
حلو. من تحويل التوتر والقلق الى طاقه انتاجيه. هذا اللي بوصل اللي اي شخص قاعد يتابعنا الحين، اذا انت تعاني من اي نوع من انواع اضطرابات القلق، ابيك تعرف ان there is light at the end of the tunnel. حبيت. في طريقه انك تحول هذا القلق والتوتر الى طاقه إيجابية إنتاجية. إنتاجية وإيجابية. وإيجابية طبعا طبعا طبعا. وفي ليت آخر النفق. يقول لك ترى الشخص العصبي غالبا هذه عبارة عن قلق وتوتر فيه، مو عارف شلون يسوي له channeling، شلون يسوي له توجيه، اي شلون يوجه القلق والتوتر ماله، ما عنده جيج، لا هو عارف شلون ينفس عن روحه شوي شوي يهدي نفسه، اي ولا هو عارف يستوعب ان هذا قلق وتوتر. حلو. بس هو معصب. زين شنو تنصح حق الشخص مثل اللي يتكلم عنه اللي عصبي وعنده توتر وقلق ومو عارف يوجهه، شنو تقول له؟ والله اقول له يعني اول شيء ان خل عندك اوبشن انك تراجع اخصائي نفسي، ممكن يساعدك اكثر بالموضوع. حلو. لكن انا احس انه يعني انا اعاني من هالشغله مرات وعالجت الموضوع. اللي اول ما اشوف نفسي قاعد اعصب اطق بريك، اسال نفسي What happened؟ شنو الشيء اللي سوى تريجر حقي وخلاني اعصب؟ هي في كلمه قالت او في شعور حسيت فيه، انا لاني مو راضي اتقبل هذا الشعور احوله الى غضب. اوكي. تبي الصراحه تصد تبي الصد شعابي، ولا مره شفتك معصب. انا احس هذه مشكله. تدري ليش؟ في مره واحد قال لي، واحد من الشباب، صدق ترى والله صدق، يعني انا كم سنه اعرفك؟ اي مليون سنه. ولا مره يعني ولا ثانيه شفتك معصب صدق. اوكي. في واحد مره قال لي جمله، شنو قال لي؟ ناصر، كل انسان داخله وحش. اي هذا الوحش انت تبي تروضه، ما تبي تقتله. هذه فرويد قايل لك اياها؟ لا لا، واحد من الشباب قال. واحد من الشباب. اوكي. اتوقع ما اخذها من فرويد. اي فيعني اعطاني بهذه انه يعني لا. فأنا من يومها قعدت أفكر، قلت بس عزيز أنا يعني ما أدري، أنا رابط العصبية بالعنف زي من تجارب سابقة يعني. حلو. فأنا شفت عنف بحياتي وقررت أني أكون إنسان مسالم. انزين بس لا يعني أنت حتى ولا مرة شفتك معصب يعني بيني وبينك؟ إيه يعني وايد مواقف تصير، وايد أشياء تنرفز نمر فيها. إنزين لما بيني وبينك نسولف ما تبين لي إنك معصب. صح. أنا أعرف شلون أخش الموضوع. إيه أتمنى يعني تشاركني إذا عصبت المرة الجاية. بقول لك أنا ما أحب أقول معصب، أحب أقول متنرفز. حلو حلو. يعني إذا شعابي قال لي متنرفز يعني معصب، يعني يشعر بالغضب. يشعر بالغضب. إيه اوكي. بس كل متنرفز معصب يشعر بالغضب؟ كل متنرفز يساوي يشعر بالغضب؟ لا بس هذا انا لاني انا اتحسس من كلمه معصب. اي يعني ما نقول دلوع، نقول يتحسس. اي ما نقول غريب، نقول مختلف. اي حلو. ما نقول ويرد، نقول ديفرنت. نقول ديفرنت. انا احمد ربي على شغلتين اللي هم ان بالي طويل. اي واحمد ربي ان عندي خفه دم، لان انا خفه الدم هذه يعني طلعتني من وايد اشياء يعني من وانا صغير. يعني انا اي موقف يصير قدامي مهما كان موقف صعب جدا او سيء، عندي عين ثالثه اقدر اشوف لك الجانب الكوميدي اللي فيه. حلو. عرفت. متى اخر مره متهاوش؟ ما تهاوش انا من زمان عزوز. من زمان. اي اي يعني من زمان ما. اي انا اذكر يمكن كنت ياهل شي بالمتوسطه. اي يعني like I was 11-12 years. اي 12 كذي. 11-12. اي انا من النوع اللي لا ما احب اتهاوش، يعني ما I don't go for violence الا اذا يعني اضطريت. حلو. انا ما ادري ليش تهاوشت في ذاك الوقت. اي يعني السالفه قبل ما ادري كم سنه، 18 سنه 16 سنه. في ناس قاعد يسمعونا يقولون شنو هذا مو متهاوش صار له 10 سنين. في ناس اصلا هو اوريدي الحين هو لاعب مهم في منتخب الكويت للهواش. في ناس الحين شنو هو مع نفسه قاعد يتهاوش اصلا. في ناس الحين قاعد يسمعون الدائر الرابع وقاعد يتهاوش مع السياره اللي يمه الدائر الرابع. الدائر الرابع حجي. في ناس الحين هو بمخه قاعد يطق نفسه. حلو. ماسك كرسي المصارعه ومسوي حركه تريبل اتش ستون كول. ستون كول طب طب على الطاوله. اي اوكي. في ناس كذي. في ناس كذي. اوكي. بدون ذكر اسامي. بدون ذكر اسامي. احنا ما نبي نقول. جلد الذات. هذا جلد الذات. زين عزوز انا عندي موضوع اليوم.
الله حبيت. موضوعنا اليوم يا جماعة الربع راح يكون موضوع، احنا عطيناكم ما عطينا سياسة، عطينا اقتصاد، ايه؟ صحة نفسية، ايه؟ قضايا اجتماعية، ايه؟ اليوم بنعطيكم ترى ما، بس قبل لا تكمل سوري، ما عطينا رياضة، ما عطينا رياضة صح، لازم نحط لنا حلقة رياضية. في انا في بالي موضوع، في بالي في موضوع. أوكي. حلو بعد جدا حلو. اقول الحين ولا اخليه لا بعدين؟ زين، موضوع اليوم راح يتعلق بالحب والعلاقات. بنصير دكتور فوز دكتور عزوز ودكتور شعاب، بنصير حبيبه دكاتره الحب والغرام اليوم راح نصير. الله انزين. يقول لك تعرف ايه عن الحب يا شعبي؟ اول شيء انا بسالك انت سؤال عزيز. في مره وقعت بالحب؟ طحت على وجهي يا ولد. في مره طحت، اقول لك تعرشبت. لا لحظه تعرشبت، خلينا نقول تعرشبت. بس تعرشبت، كنسل السالفه، تعرشبت. اوكي يعني انزين انت السؤال اي ولا لا. في مره حبيت من قبل؟ قلت لك تعرشبت. كان في دكتور درسني كان دائما يقول ترى الحب مو شرط يكون شخص. عادي شخص يحب كره القدم، عادي شخص يحب سيارته. اكيد اكيد كلنا نحب. حلو. Yes. So my answer is yes. حلو يعني انت حبيت. انا عزوز حبيت، ادري فيك، تعرفني انا حبيب، ولما احب يعني من النوع اللي لما احب ما في حدود شخصيه. تضيع السالفة كذي. اي يعني اصير انا والشخص الثاني يعني عادي خلاص، اللي عاملني بالطريقة اللي، طبعا هذا غلط، عالجت الموضوع انه ما يصير تخلي على ابونا حبيب، ما تحط حدود شخصية. حلو. حتى علاقات العاطفية لازم فيها حدود شخصية. حلو. شو اللي لك وشنو عليك. زين. فاليوم نبي نتكلم موضوع يعني امانة هو حلو انترستينج. انزين، في واحد بالانستغرام اسمه عبد العزيز دلول اوكي، شاوت اوت لك، مسوي بوست مسميه فن المسافه وجذب الحب. حلو. يعلمك شلون تسوي مسافه بينك وبين اللي قدامك، ما توخر عنه حيل عشان لا ينساك، ولا تلزق فيه حيل عشان لا تلوع كبده منك. اوكي، عنده وزنه حق الموضوع. ايوه حلو، خي علمنا. انا الحين عندك الموضوع، لانه يقول هو شراء الذات وتعزيز الثقه بالنفس، هل هذا له علاقه؟ اي هو متخصص بهالموضوع. اوكي. ايش اسمه، تعزيز الذات وتطوير الذات وكذي، فيبي يعلمك شلون تحب، شلون تخش العلاقه. اول طريقه عزوز، هذه مهمه، يقول لك هذب توقعاتك. شلون يعني؟ يعني dont have high expectations. حلو. خليك متفائل، لكن لا تتوقع ان الحبيب هذا راح يعني يملي حياتك سعاده. اوكي. لا تتوقع ان من البدايه هذا راح يحبك اكثر من نفسه. حلو. وتقعد تحاول تحلل تصرفاته من البداية. أوكي. هل يحبني؟ هل ما يحبني؟ هل ما شنو؟ وتذكر جملة هالزي الفنانة المطربة. المطربة. هالزي قالت هالزي. جملة. قالت جملة، سألوها قالوا شنو نصيحتك حق أي شخص بالعشرينات عمره؟ شنو قالت؟ قالت أبيك تتذكر إن أنت، إن كلنا نعتبر شخصيات ثانوية بحياة الأشخاص الآخرين. مهما أنت حاولت أنك تكون المين كاركتر، حاولت أنك تكون الشخصية الرئيسية بحياة شخص، you will never be that. لأن الشخص يعني أنا الشخص الرئيسي بحياتي هو أنا، ما يصير أخلي ما يصير تخلي شخص ثاني. والشخص الرئيسي بحياة شخص ثاني هو نفسه. أي إحنا نبي أشخاص ثانوية. إحنا نبي لما نبي نحب، نبي الشخص الثاني يحطنا الشخصية الرئيسية بحياته. فهذا الشيء، هذا الشيء غير صحيح ومو منطقي. أوكي. انزين والله يطلع منها هالزي. هالزي لا، هالزي ايش كثر حبت وتعبت، كتبت لنا اغاني وغنت وايد وايد وايد، يعطيك العافيه يعني هالزي. هالزي يعني شاوت اوت هالزي، اذا ودك تطلعين معانا بودكاست دار الرابع في مجال، ترى تواصلي معانا عن طريق في كراسي زياده. اي في نقدر نجيب، نقدر نجيب مايك وشي، نقدر نجيب كرسي، ولا تبين نشيل عزوز حق هالزي؟ انا بعت القضيه على طول، باع القضيه حق هالزي على طول. عادي انا امشي مستعد. إذا هالزي أنا أمشي. إذا هالزيت هي تقعد شوي، أنا قابلها 10 دقائق، يعني قوم أنت تقعد، ما عندي مشكلة، وتسولف وياها، ما عندي مشكلة. إنزين، عطنا الثانية أبو الزيز. يقول لك شنو؟ اكبح فضولك. شون يعني شعابي اكبح فضولك؟ يقول لك شوف، لازم تعطي فرصة حق الطرف الثاني إنه يعطيك، عط فرصة حق يعني أنت لما تحبه من البداية راح تصك بحب وايد وتستمر بالعطاء، تغرقه حب. ايه. يسمونه love bombing. أوكي. اللي تغرقه شلال من الحب من البداية. فهذا الشيء يعني شنو لازم ما نسوي؟ لازم ما تسوي، لازم تعطي مساحة عشان أنت تستقبل الحب.
مو بس انت تحب، حتى الثاني يحب. اي اي اثنينكم تحبون. اي فانت حاول انك ما تشرح حب من البدايه، لان اذا سويت كذي من البدايه ودشيت بقوه راح تبلش ما تعطي مساحه يحبك، راح تتعب. أوكي. راح تقول له انا قاعد احبه وايد بس هذا ما يعطيني شيء. راح يحوشك احباط. حلو. وراح تبلش تلوم الطرف الثاني. اوكي. راح تقول لا هذا ما يحبني، انا عطيته وسويت وما ادري شنو، اكيد ما يحبني. صح كلام. بعدين تقعد تكتب لنا بتويتر شنو انا احب انا المسكين اللي يحب. ايه يحب حيل وما حد يحبه مثل ما هو يحب، بس ان انا سويت لها طرف فريزي هي بس وايد يعني سب تويتينج بيدش بالموضوع. اي 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 حيل. ها حيل. إيه. بندش بعولمه السب تويتينج. اي في وايد ناس بيكتبون كذي، فيقول لك المساحه مطلوبه للتفاعل العاطفي. حلو. لازم تعطيه مساحه. انزين. ويقول لك اللي بعدها شنو لا تفرط في مشاعرك. حلو شنو يعني يا شعبي لا تفرط في مشاعرك؟ شوف يقول لك الاندفاع المبالغ فيه راح يشككك بنفسك. حلو. ما راح يعني لن تجد فرصة لتراقب ما يحدث حولك. حلو. احمي قلبك إيه؟ يعني احط له مثلا ايرباغ. اي شلون؟ لبس حزام الامان. البس حزام الامان. اي اي يعني لازم تحافظ على قلبك من التهميش والتحقير. حلو. شنو التهميش يعني؟ التهميش يعني مثل انك تهمش الشيء تكسره. حلو. انا وايد ترى قاعد اتعلم الحين، فيعني جو هيد كيب جوينج. انزين انزين. فكل شخص تحبه لازم تعطيه مساحه. انزين. لازم تعطيه مساحه عشان لا تخسره. حلو. انا احنا اللي تو يدشون معانا بالحلقه، احنا قاعد نتكلم بهذه الحلقه صرنا دكاتره حب وغرام. اي. وقاعد نعطيكم نصائح شلون تحبون. دكتور ستيكس الحبيب ودكتور شعابي الحبيب معاكم. أي. في بودكاست الدائري الرابع. لو سمحت انت دكتور ستيكس الحبيب، انا دكتور شعابي المغرم. اوكي انت المغرم. انا لعبتي الغرام، انت لعبتك الحب. مغرمه معجبه. اي صح. انا عايزه الا هو انت لعبتك. اي الغرام وانا الحب. انت الحب. زي ما يصير نبدل بالشوط الثاني؟ يصير، بس احنا يعني فريق دكاتره الحب والغرام. حلو. كل واحد ياخذ له وظيفه. ايوه. واحد حب وواحد غرام. اي جوي كمل. انزل. لا تفرط في مشاعرك. اي فقلنا شنو؟ تعطي الشخص الثاني مساحه. يعني في ناس لما يحب على طول يفتح الحنفيه. اوكي. اللي يعني يفتح الحنفية يعني يحبه حيل من البداية على طول فول ليفل. ترى يا جماعة أقول لكم، إذا أنتوا تعرفتوا على شخص وحبكم حيل من البداية هذه فيها احتمال أن تكون رد فلاج. يا بوي تعبنا رد فلاج يا بوي. إحنا علمنا اليوم بنفسجي من زين بس إحنا نقصد رد فلاج. ايه. يعني رد فلاج انذار. تشبيه مجازي صح؟ اي رد فلاج يعني علم احمر. حلو. يعني لازم تنتبه. انزين. انشغل في نفسك يا شعبي. اي يعني لما تحب من البدايه مرات تنسى نفسك يا اخي. مرات يصير عالمك الشخص الثاني. اي فلازم تنشغل بنفسك. تدري شلون؟ هو يقول كلمه حلوه هني. شو يقول؟ يقول لك لازم توجه طاقتك الى شيء ثاني. يقول لك حتى لو تمثل. احنا نتكلم عن فن المسافة وجذب الحب. فن المسافة وجذب الحب. اي فانت لازم تعرف شلون تعطي مسافة وتجذب الحب. لان ما تبي تقرب حيل عشان لا تلعب كبدة، وما تبي توخر حيل عشان لا ينساك. اي اوكي. فانت شنو حتى لو مو مشغول مثل انك انت مشغول. حلو. طبعا هذا على كلام الكاتب، احنا مالنا شغل. اي احنا قاعد نتعلم معاكم. اوكي. يقول حتى لو تمثل انك مشغول. حبيت انك طلعت نفسك من على طول مخرج سبع. على طول مخرج سبع موجود طريق دار الرابع. اي يقول لك لما حتى لو تمثل. انا احس التصرف توكسيك ترى هذا شوي، بس نمشي. انه يقول لك انا يعني قاعد اقول السالفه. لا مثل انك انت مشغول. وسياتيك الحبيبه شنو منبهرا. الله. متسائلا. أوه. يريد معرفة دوافع ابتعادك. حبيت. راح نكمل معاكم قصص الحب هذه. اي وفن المسافة. اي والحب دكتور الحب ودكتور الغرام. دكتور الغرام بعد البريك. يعطيكم العافية. بودكاست الدائري الرابع راجع لكم بعد البريك. بودكاست الدائري الرابع.
يقول لك she said do you love me I tell her only party only love my bed and my mama I'm sorry تن تن هذا انجليزي اي سلام داير اه داير شغالين اوكي شغالين شغالين يلا داير ويلكم باك يا جماعه الرابع معاكم ستيكس وشعابي بودكاست الدائري الرابع احنا وين شعابي احنا بالمارينا على اذاعه المارينا وتلفزيون المارينا في زين المارينا زين الشهور زين الشهور قصدي اي سويت لك هذول التانج تويسترز اي عزوز انا تلخبطت شويه بالحلقه هذه لان قاعد نسولف عن الحب والغرام وانا اكتشفت ان عندي مشاعر جياشه يعني جيش اي برقن 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 بس كانت مدفونه ولما بطلنا هالموضوع يعني انت لا تشوفني من برا ترى انا صنديد وقوي وشي وشعابي وكاميرا تزيدها 30 كيلو بس انا قلبي رهيف قلبك صغير حيل ما يتحمل ابدا ابدا ما يتحمل بس لا يعني كفو الزلم والله بس قاعد نتعلم ترى وايد ناس ترى والله صدق قاعد يسمعونا الحين ممكن قاعد يسمعونا ناس توهم بلشين مشوار الحب ايه وما عندهم احد يعلمهم عشان لا يدشون بالطوفه خصوصا ان احنا الحب عندنا شنو مفهوم الحب اللي نعرفه غير اللي شفناه بالمسلسلات والافلام ايه؟ ولا سمعته باغنيه راشد الماجد زين ولا قريته بروايه ولا اللي اخر مثال اللي هو اقوى مثال اللي شفته بين امك وابوك حلو تدري شنو اقوى مثال شنو اذا تحبها اشتر لها جنطه مثلا يعني سيمبل هذا اتوقع جاي من يعني من 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 امثله امك وابوك ما ادري اذا لا ما له شغل ما له شغل لا لا. اذا تحبها امدحها زين شعابي هذا البودكاست حق منه قبل لا نرد بالحب ايه هذا البودكاست حق منه هذا البودكاست حق كل شخص تو مبلش يحب اوكي وصدف انه قاعد يسمع الحلقه الحين قاعد يتعلم شلون يحب وهو الحين بالسياره اي رايحين ياخذون شاورما ومارين من الدائر الرابع اي وقاعد يطق هرنين لانه بحاره اليسار صح بس اللي بالحاره اليسار يطق هرنين هذا البودكاست حق كل شخص يسمي الحاره اليسار بالخط السريع حاره فاست اند فيوريوس السرعه والغضب هذه صدق انا من الناس اللي عاملها للتجاوز فقط يعني امسك حاره النص الوضع شنو نتفليكس اند تشيل الله تقعد تثبت السرعه طبعا انا حفظت يعني مثلا خط في حيحيل لازم تثبت السرعه 100 واقل اوكي هذه بالحاره النص 100 واقل اذا زدت فوق ال 100 راح تبلش الربشه راح تلاقي في واحد عادي يك واحد يطق عليك الجام يقول لو سمحت دني شوي دني شوي بطوف لو سمحت بس اذا انت سبحان الله سرعتك تحت ال 100 الناس تخليك بحالك بالخط صجعان والله العظيم بجربها اليوم تقول خلوه بس خلوه عادي اي بس طبعا لما يكون الطريق سالك يعني مو بعز الزحمه لا بعز الزحمه انت واقف اكيد زين شعابي من الساعه قلنا انشغل في نفسك ايه؟ احنا بس طبعا نرد ونعيد ونقول ان قاعد نتكلم عن شنو قاعد نتكلم عن فن المسافة وجذب الحب اليوم راح نعلمكم شلون تحبون ايه النقطة اللي بعدها يقول لك حلو ان بنعلمهم ايه واحنا بنتعلم معاكم حلو ان بنعلمهم الحلو بودكاست الدائر الرابع ان احنا قاعد نتعلم معاكم بنفس الوقت صحيح فانشغل في نفسك اخر شيء قلناه ايه انشغل بنفسك يا اخي وبعدين يقول لك هدئ السرعة حلو شلون يعني شوف يعني مثل الكروز ايه تهدي السرعة يقول يعني مثل الحارة اللي بالنص انت ما ليش قاعد تقول انت توك تقول تهدي السرعة بالدائر الرابع معلش تفضل يقول لك the best things that last have a slow start اوكي اذا تبي العلاقة الطول وتكون قوية اساسها سمين طويل حلو تبيها لازم تبلش ببطء ها this is where sticks داش بالطوفة اي مو بس يعني ستيكس داش بالطوفة ايوه لما بلش ما كان مهدئ السرعة لا كان شنو مسكر العداد حلو عرفت انت فاتح العداد يعني رايح شويخ رحت شويخ ومعير يشيل هذا الواير اللي يخلي شفت القفله انت كان يدور الكفالة. كان اي فقام يدور سوالي كمبيوتر يعني سوالي كمبيوتر عير لك السياره عند جراج ابو فلان حلو عير ريا اي عرفت يقول لك العلاقات اللي تتطور بسرعه فائقه زين تتعرض لمشاحنات علامات استفهام سوء فهم يطلع لك تشيك انجن بالضبط طلع لك علامة الماكينة أيه. وانت شنو تسوي نفسك مو شايف لانك يعني غرقان تسوي نفسك سيارة تمشي عادي ايوه بالضبط سالفة تمشي انزين يقول لك تخفيف التواصل ايجابي وصحي حلو لاخذ نفس بدلا من الغرق اي كل واحد الحين قاعد يسمعنا ياخذ نفس عميق
كذي يعني شوي نهدي. بودكاست حب، بودكاست براكتس تريننج، ترى شنو باقي؟ باقي نحط جول زين ونعلمهم شلون يشوتون. انا لا في في حلقه راح نزلها شنو؟ شنو انا لعبتي تمارين صدر عالي وصدر نازل. الله، فراح هذه الطاوله بعدين راح نجيب بار وبنش بريس. بنش بريس حبيت. اي وراح نسوي يعني كذا تمرين وراح ندوره هني نادي. طبعا عزوز لعبته الاوزان الحره. اوه جوي. اي عزوز يعني من الناس اللي يتشغلبون بالهواء. اي بالوزن الحر. ف يعني هدئ السرعه، هدئ السرعه بالحب والله يخليك ركز وشوي شوي بمشاركه اسرارك. شوي شوي لا تدش بالطوف. شوي شوي حلو. احترم الحريه. شعابي شوف، انا من الناس اللي احب اكون طير حر. حلو حلو حلو. ما احب اكون بقفص. تمام. مرات العلاقات تخليك تحسسك بالسجن. حلو. فلا تحسس شريك حياتك في السجن. أوكي. شلون يا شعب يقول لي شلون؟ شوف في واي يعني انا من الناس اللي مريت بهذه الغلطة. أوكي. ما احترمت حرية الطرف المقابل. شلون؟ شلون تعرف اللي احط دوبي بدوبة، ابي معتقداته وافكاره يغيرها عشان تصير مثلي. أوكي. انا شنو ببالي؟ ببالي اذا سويت كذي راح يصير في تناغم بيننا اكثر ويحبني اكثر. على بالك انت. على بالي. لكن الوحشي على بالك. اي ولكن ولكن الحر ولكن. لا يقيد. طيب. زين لازم تعطيه مساحة يعني حريته الشخصية. لازم لازم, لازم. وصدقني لما تحترم آراءه وأفكاره ومعتقداته حتى عزلته، لما هو يقول لك أنا أبي أنعزل ما أحس أني أبي أكلمك، قدرها. وإذا سويت هالشيء راح يصير من الآخر راح يعشقك. أوكي أوكي. قيسها بهال يعني لا تطالعها بسالفة إن لا أبي أكلمه ما أبي أهده. زين تكست مسج. لا 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 خله خله. قال لك يبي عزله كيفه احترمها. كثير زين في مدة معينة. اي يعني يعني في مده يعني يعني بنعزل ايش كثر يعني يوم يومين. اي لا في في ناس تنعزل اسبوع اسبوعين اشهر. لا اذا صار شيء يعني معناته انتم مو بعلاقه انيمور. اوكي هني راجعنا راجعنا ابيسود 2 راجعنا بابيسود الجزء الثاني اللي متكلم عن الانفصال بالعلاقات والبريك اب. حلو حلو. متى تعرف ان العلاقه انتهت؟ اوكي هذا يكون جزء ثاني. شعابي انا الحين بقول لك شنو شنو اثقل. يعني هذه نصيحه هذا اللي يقوله حق اي شخص داش علاقه من البدايه شو تقول له؟ اثقل اثقل. ترى الثقل زين. الثقل زين ورزانه وزين عالم جميل. حلو. فالصبر يعطيك هيبه شعابي. نبيكم تثقلون شوي من البدايه يعني لا تدش كلك. اي ولا ولا تدش يعني بولا شيء. اي عط باصات 1 2. انت مره صير خفيف ومره اثقل، يوم خفيف ويوم اثقل. ايه يعني مو كل يوم ثقيل ولا كل يوم خفيف. يعني قيسها على مثلا الصبح خفيف وبالليل ثقيل. بس في ناس مثلاً. في ناس لما يتعرف على الشخص يقول لك خلاص هذا توأم روحي. زين فيعني ما في اي اعتبار حق الثقل، البعد، المسافه، احنا خلاص مع أوكي. بعض. اوكي بس هذا هذا الشيء انت ممكن تقوله بعد فتره طويله. صحيح. من العلاقه مو مثلا انت صار لكم توكم في واحد توكم تسولفون دي امز تويتر. لا توكم مبلشين حبيبي. انا مره يعني ما له شغل بالحلقه هذه بس يعني احنا اتفقنا قبل ان الشباب يعني عندهم جفاف عاطفي حيل. لدرجه ان اذا واحده امدحت قميصه اي راح يقع في غرامها. بس مدح القميص. اي يا جماعه هو مو بيده، هو ما راح ياذيك يعني. إيه؟ يمكن ما يكلمك بس إيه؟ اذا انت مدحتي قميصه راح يرجع البيت ما ينام بالليل. اوكي من الجفاف العاطفي. اي يعني حيل 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 يعني لان يعني ما حد يمدحنا الشباب ترى جد ترى صدق ما نحصل مدحونا يا جماعه الربع مقارنه ما كلنا نمدح بعض حتى لو مجامله جاملوني نمدح بعض ماكو احسن ما في احسن من هالحل. انا اخر مدح يالي على شكلي قبل سنتين ونص شنو قالوا؟ رموشك حلوه. تخيل وانا مو مقتنع بيد. وانا مو مقتنع للحين مو مقتنع مو مقتنع ان هذا مدح حلو يعني رموشك حلوه. ما حد مدحك على صوره برنس الباديه؟ لأن ترى الصورة قوية شعابي صراحة يعني الصورة إيه. قوية تبي. أنا أحس هالفترة أنت كنت يعني طاغي بتويتر. إيه كنت يعني مكسر الدنيا بتويتر. إيه بتويتر. إيه لا بس برنس البادية الصورة هذه شنو قصتها؟ تكفى شنو قصتها؟
هاي انت جاي قاري الكابشن تكفى قارين الكابشن اي قارينه حلو بلشنا شنو الكابشن الكابشن ما راح اقول على البودكاست اللي يبي يروح يقرا الاكونت مالكم الاكونت لكم خذوه ترى انا في كم صوره مأرشفها اوكي في صور كان ضروري تتأرشف ضروري اوكي وصلت انا من النوع من الناس اللي امي تتابعني بالانستغرام ومرات انزل صوره يمكن تدرس بكندا والله امي تدق علي مكالمه على طول ايه؟ تقولي ناصر يمه شفيك شفيك اقول لها شنو تقولي ما يصير تنزل صور كذي الناس تفهم غلط ايش منزل انت ما راح اقول شنو كنت منزل بس تعلمت اني كنت انزل اشياء غلط اوكي استوعبت الحين اي فلازم مثل ما قال عزيز الواحد يثقل شوي الثقل زين مو وايد تصير مليق اي يعني لا تصير مليق ولا ثقيل شنك يعني بارد لا تبين جانب البرود اي خلك متوازن على موضوع الشخص اللي ويغرقك حب من البدايه او لاف بومبينج يسمونه اللي هو مشكله شيء شنو قنابل غنابل غنابل بعدين بس خلاص ما عنده غنابل يهدك لا خلصت الذخيرة ترى هذا تصرف سام تصرف سام وفي نرجسية شوي أدري أدري النرجسي شو يسوي يطالع فريسة له يقول هذا سهل ينصاد يقوم يدش عليه غرقه حب ويدري من البداية غرقه حب خلاص صار شنو صار بيده يعني نقدر نقول ان احنا وقعنا في الفخ طبعا وقعنا واحنا قد نكون احد الناس اللي مارسوا هذا السلوك الخطا قد يكون نعم قد يكون في بعض الروايات تقول نعم في بعض الروايات بس شنو الحلو ان there is always another day الله the sun will rise again هذا فيلم جيمس بوند اي داي انذر داي داي انذر داي اي فكل يوم في فرصه ثانيه انك تتعلم صح. وتسامح نفسك على اخطاء صح هي المشكله لما الواحد يغلط ويسوي نفسه مينون ما شاف الغلط اللي سواه انا كنت اسوي كذي انا بعد كنت اصير مينون انا غلط اوكي مع السلامه باي اي الحين لا الحين قمنا نعترف لا قمنا نعتذر هيجي احلى قمنا يعني نقول اسفين نضج ومو بس نتاسف ها لا نستوعب شنو مشاعر الشخص وشلون حجي نستوعب احنا شنو سوينا يعني اي مو بس ايه. خلاص اسف صح لا تقعد معاه تقول له حبيبي انا ادري انا حسستك بكذا وكذا وكان المفروض وتدري عاد بالعلاقات يقول لك انت لما تبلش تعتذر اذا كان في مشاحنات بين طرفين اثنينهم غلطانين حلو لكن اذا انت بلشت تعتذر الطرف الثاني راح تشجع ويعتذر وياك بس في مرات العلاقه تكون سامه فما حد يبي يعتذر كل واحد قاضبها ان انا اقوى واحد فما بيعتذر حلو عرفت لا هذول ما هذول ما يصلحون حق ما بعض. يصلحون حق بعض كنسل يور سبسكريبشن اي راسل يعني اسمع الحلقه الثانيه الحلقه الثانيه مالت عن الحب والغرام راح ندقق اكثر بهالموضوع اوكي المد والجزر اي اوكي هذا سالفه المد والجزر اللي يقول لك كفف بيوم يومين بعدين شنو قصدك كفف يعني زيد عليه كلمه حبه دزله مسجات وايد وايد يوم يومين بعدين اسحب نفسك هذه اللي يقول لك شد ورخ ايوه بوش اند بول ايوه احس ان يقول هو يقول انا احسه توكسيك انا بعد بس هو شنو يقول لك يقول لك ان هذا الشيء راح يعطي مساحه عشان تصير العلاقه اخذ وعطاء انت تي يومين بعدين الطرف الثاني يجيك يومين مو اذا انا جيت يومين وهو سحب علي اليومين مايه وانا بعدين رديت له يومين مره ثانيه ايه شو السالفه شو يصير اذا هو ماياك يعني بعد ما انت سحبت عليه يعني انا شديت يومين بعدين رخيت يومين أوكي. هو المفروض يشد يومين صح ما شد أنا شفت صورة المخرج وراني إياها. دايم. فيقول لك إذا عاد عزوز. أيام الطفولة. أي أيام الطفولة. أيام المراهقة. أي خرد موضوعنا يا جماعة الربع إيش قاعد تسوون وخلف الكواليس. يا عمر القصاص. عمر القصاص يثير الجدل. ترى عمر القصاص هو المشرف على البودكاست. إنزين. وقاعد يثير الجدل. وقاعد يسوي مشاكل. ويسوي مشاكل بين ستكس وشعابي. أي. وأحس يبين أنت هاوش. أي. تهجى. تدري أنا ملاحظ هالشيء. أنا ملاحظ إنه كان يطالع مصارعة وايد وهو صغير. شلون استنتجت هالشيء؟ لأنه دائما يحب يثير الجدل. أوكي. بين طرفين. أي إنزين. ما أدري يعني شنو نيته. إحنا نبي نقول إن عمر القصاص إنسان وردة عشان الناس لا تفهم غلط. نحبه وعلى راسي. وهذا قاعد نتشاقل نحبه وعلى راسي بس شنو؟ تعالي بعد الحلقة. هو ترى كذي بالإذاعة لازم إذا تعالي بعد الحلقة. إذا طبيت فيه بالإذاعة لازم بعدين تود لأن في ناس قاعد يسمعون ما يدرون. صح صح. لازم تقوم وتلمه وكذي. إي. ودي أطلع ويانا حلقة.
هو دفنت يعني صدقني احنا لازم نسوي حلقة نسميها محترقة مع عمر القصاص. الله راح تكون اقوى حلقة والله العظيم. والله راح تكون اقوى حلقة حيل حيل. ويعني يعني بنسوي سلسلة جزء اول جزء ثاني جزء ثالث كل اسبوعين نيبه مرة. الله حبيت ولا قصص راح تكون محترقة. انا تحمست وايد حتى يلا قمنا نجهزها بعد الحلقة هذه. انزين اللي بعدها يقول لك لازم تمارس اسلوب التجويع بالعلاقة. ترجم لي تجويع يعني تيوع اللي قدامك. لا تعطي كل شيء من البدايه. شنو تيوع اللي قدامك؟ لحظه ايش قاعد يقول؟ مو تيوع اكل. ها لا تعطي كل شيء. انا عبالي يوع اكل ما اعطيه اكل. ايش فيك قاعد اقول؟ ايش قاعد يقول عزوز؟ شوف انا احس ان هذا اللي كاتب البوست فيه شويه توكسيسيتي. تحس؟ اي انا احس كل شيء ينحل بالكوميونيكيشن والتواصل. مو هذا اللي بوصل له يا شعابي. بس هذا قاعد يقول لا جوع. انت اذا ما عندك تواصل نفس نصايح قبل منتدى. ما انا قايل اسم المنتدى بس يعني قبل يقول تبين رجلك يحبك. اي اللي اول ما يدش البيت اذا شفتي مثلا نسفتها طايحه معناته هو زعلان. فانت لازم مثلا تجهزي له طبق حلو تقيسينها على النسف. اي اذا دخل ومشمر شافس شمومه شنو يعني معناته هو ماكل حلو. فلا تقدمي له الاكل. اي هني تقدمي له الحلو. تقدمي له الحلو ولا شاي ولا قهوه. اي لانه توه ماكل. بالضبط. حلو تيبي له الطفايه. اي لانه توه الحين بيدخن. زين ها اي صح هذا قاعد يتكلم يستعمل مصطلحات ترى مو عاجبتني. تدري ايش قاعد يقول؟ ايش قاعد يقول؟ قاعد يقول جوعه للمزيد خله يوع عشان ياتيك يلهف. لا انا ما احب هالسلوك. يقول لك سلوك سخيف. ازيدك من الشعر بيت. يقول لك اعرف ما يحفز الشريك والعب على وتر احتياجاته. هذا غاس لايتنج حجي. تلاعب النفسي. تلاعب نفسي. احنا قلناها كذا مره تلاعب النفسي. لا نقبل به كلش. ما نبي تلاعب نفسي. هو البوست نفسه عزوز معلش بس البوست نفسه في بالكابشن في نص مكتوب. اتوقع شعر مكتوب. شعر اي الكاتبه اسمها انا كل اقرا الاسم بس ما اعرف اقوله. اسمها احلام. اسمها احلام مستغانمي. مو مشكله مر عليكم صح الاسم مستغانمي. صح صح تحيه صح. تحيه هي يعني شاوت اوت احلام. شاوت اوت احلام مستغانمي. اوكي اسمك حلو. ايش تقول احلام؟ ايش تقول؟ تقول الحب هو ذكاء المسافة. ألا تقترب كثيرا فتلغي اللهفة ولا تبتعد طويلا فتنسى. أوكي. ألا تضع حطبك دفعة واحدة في موقد من تحب. أوكي. أن تبقيه مشتعلا بتحريكك للحطب. عرفت لاقعت بالدواء تعطيها تشيك تشيك تعطيها تشيك تشيك تقلب الفحم شوي تودي يمين يشار تخلي الهواء يطقه. اي ما تبي تحط تقول لك ما تحط الحطب كله مره واحده. لا أي. ان تبقيه مشتعلا بتحريكك الحطب ليس اكثر. ليس اكثر عرفت دون ان يلمح الاخر يدك المحركه لمشاعره ومسار قدره. فهمت هو في تكمله راح اكمل بس انا حبيت خلنا نناقش اللي قالته. هي قالت حرك الحطب بس بدون لا يلاحظ الطرف بدون ما يشوف اليد اللي تحرك الحطب. اوكي شلون يعني شعابي؟ يقول لك لا حب يتغذى انه يعني دون ان يعني مثلا يعني واضحه عزيز بعد شنو لا يلاحظ. لا يلاحظ يعني يقول له شوف هناك بدل انت حرك حرك بسرعه لو سمحت لفويك بس. اي اي اوف هذا قمر. شوف طيب وحرك. اي انزين يقول لك لا حب يتغذى من الحرمان وحده بل يتناوب الوصل والبعاد. هم هي ترى البعاد اتوقع البعاد. اي كما في التنفس انها حركة شهيق وزفير يحتاج اليهما الحب. يعني يقول لك لتفرغ وتمتلئ مجددا رئتاه. الله يعني هي قاعد تشبه علاقة الحب بالتنفس الوصل والقطاعة بالتنفس ان شهيق زفير. شهيق زفير حبيت. اي كلوح رخامي يحمله عمودان ان قربتهما كثيرا اختل التوازن. الله وان باعدتهما كثيرا هوى اللوح. اتوقع هي انه فن المسافة. هذه مهندسة ترى. مهندسة حب. مهندسة حب ومدني. اوكي لان اخر شيء كاتبه شاوت اوت احلام. احنا نحبك وايد والكلام وايد حلو. زين بس احنا اخر انا حبيت التشبيه اللي استعملته. تقول لك الحب
كلوح رخامي يحمله عمودان. صح، انت لازم تتخيل معي شنو تقصد اللي قاعد يطالعونا. نبي نمثل، عندي قلاصين هنا. حلو، هذول العمودان وهذا اللوح الرخامي. اي بس يعني حطه خلينا نشوف. اوكي كذي. فيقول لك ان قربتهما كثيرا اختل التوازن. صح، بيطيح. طاح. وان باعدتهما كثيرا هوى اللوح. يعني شنو هوى؟ يعني طاح، اعتقد بيطيح، يعني طاح كذي. انك وخرتهم وايد، وخرتهم عنه. انه شنو؟ فن المسافة. الله، أحلام مستغانمي شاوت أوت لتش. واو واو، برافو برافو أحلام. إي وبصراحة كلام جميل. وإذا ودك إن تجينا بودكاست الدائري الرابع، دعوة عامة، دعوة عامة لتش ولكل من يحس عليك، ولا ما له شغل، ما يصيرون كلهم نعزمهم. إي يعني يقدرون يحضرون الحلقة. صح. إي بس إذا ودك تجين شاوت أوت، إحنا نتشرف out. نتشرف فيك وودنا تين وتعطينا يعني فن الفن مالك. إنترودكشن تو الكتابة، لأن ترى إحنا أنا وعزيز يعني ناس مرهفين إحساس، بس مشكلتنا شنو؟ ما نعرف نعبر، ما نعرف نطلع الإحساس. ايه؟ هو حنفية التعبير مضروبة شوي، مضروبة لك عليه. ايه؟ أنا آخر مرة يوم لك ويوم عليك. أنا جبت الصحي آخر مرة شنو سوى؟ شنو سوى؟ حط لي التيب الأبيض. ما حل المشكلة يعني. حجي أنا بشويخ يقولون لي حنفيتك ما تصلح، رد البيت. أوكي. Doesn't work. لا احنا يا احلام اذا ممكن تفيدينا الاستاذ احلام، احنا ناس ما نعرف نعبر الا عن طريق الكوميديا. ايه بس الكوميديا هي الطريقه الوحيده. داكنه سوداء. مو هذا وانت شي تعبر، شي تعبر. زعلان كوميديا، كوميديا. فرحان كوميديا. يقول ستيف هارفي الفنان القدير، الفنان القدير يعني نوجه له تحيه لان عنده عمل. واذا بتي هم تعال، لان ستيف هارفي عنده عمل حلو، عمل جميل في رمضان. زين ابي هو شنو كان يقول؟ كان يقول تصدق نسيت شنو كان يقول. تكفى، احنا شنو كنا بنقول؟ والله نسيت. ابي عمل ستيف هارفي. ستيف هارفي، لحظه دقيقه والله اتذكر شنو كنا قاعد نقول قبلها. انقطع حبل افكاري، ما يخالف. حلو. احلام مستغنمي. احلام مستغانمي جزائريه. اوكي حلو. عمرها مواليد سنه 53. بورن ان تونس، بس هذه مواليد تونس ما لها علاقه، هي تحمل الجنسيه الجزائريه. اوكي حلو. بلد المليون شهيد. ايش رايك فيني وانا اعرف معلومات وايد وثقافة. عندك معلومات وثقافه. السلام عليك ستيف هارفي. خلاص شعابي، ما له داعي نعرف شنو قال ستيف هارفي، لان شارفنا على انتهاء هذه الحلقه. كان معاكم دكتور الحب ستيكس ودكتور الغرام شعابي في بودكاست الدائري الرابع. انا ودي اقول شغله قبل ما نختم. ومارينا تي في، اتمنى انكم استمتعتوا، واتوقع الحين بعد مرور كل هذه الايام بالشهر الفضيل استوعبتوا ان الدائري الرابع عباره عن رحله. انت لما تشغل لما تشغل الحلقه او تسمعنا من البدايه للنهايه، انت توقع الغير متوقع. حل. احنا راح ناخذك نطلعك من العالم اللي انت فيه. بالضبط. زين، لدرجتنا بعد ساعه راح تخلص الحلقه ويصير فيك لحظه صار. تخيل ان انت جاي دائري الرابع. ولقيت باص. حلو حلو حلو، مكتوب عليه شتكس وشعابي. حلو. ركبت الباص. احنا عاد ما ادري وين بنوديك. حلو. المثال بس بناخذك رحله. انا اعطيه 7/10 على المثال. يعطيك بس رحله شفاء. رحله شفاء هي. هو باص شفاء. هو باص. في باص. يعطيكم العافيه يا جماعه الربع، شكرا للاستماع، باي، مع السلامه. خلصت حلقه اليوم من بودكاست الدائري الرابع. نلقاكم باكر الساعه 12:30 الليل على مارينا اف ام ومارينا تي في.